بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 59 إلى 90 درس. الفصول الأربعة: طور فصل، الربيع بخر، الصيف يوس، الخريف كس، الشتاء قش. المفردات الأخذ سوزلر: 20 جرمة، 30 أتس، 40 قرق، 50 إلي، 60 أطمش، 70 يتمش، 80 ساكسون، 90 تقصان، 100 يوس، 200 إكيس، 300 أتشوس، 400 توريوس، 500 كتبيرات، 500 بول، 1000 مين، 2000 إكيمين، 3000 أتشمين، يوكي 4000 خلصك تورمين بولد، مليون مليون، 11 أمبر، 12 أونيك، 13 10 14 15 كتبيرات بيوغ أساسيس 19 مستحكم يطلب الجيم بلسك بيوغ أنسان بلد ربيع بخر صيف يوس خريف كس شتاء قش ساعة ساعت ساعات ساعت لر دقيقة دقيقة دقائق دقيقة لر ثانية ثانية ثوان ثانية لر فصل فصل فصول فصل لر فصول السنة يل فصل لر كتاب باشلانغچ مكتب كتاتيب باشلانغچ مكتبلر النصوص متلر خب انا معلم في الكتاب وعندي 20 تلميذا من باشلانغچ مكتب اوقتوچمن و مندا 20 تا اوقوچو بار يعني منين 20 تا اوقوچم بار ديماقچ اشتريت اليوم لاولادي 30 قلما و 40 كراسا و 50 ريشه و 5 مقالم بگون بالالرم اچون 30 تا قلم نه و 40 تا دفتر نه و 50 تا پیرو نه و 5 تا قلمدان نه ساتب آلدم بکم اشترایت کل ذالک اشترایتها با 11 دینارا و 69 درهما بلارنی برچسن قنچه که ساتب آلدیم مین بلارنی برچسن و ها اشترایتها دیگه ها 11 دینار گه ساتب آلدم و 11 دینار و 69 و 69 درهم ساتب آلدم في اليوم 24 ساعة وفي الساعة 60 دقيقة وفي الدقيقة 60 ثانية بركون ده 24 ساعة بار و بر ساعة في الساعة بر ساعة 60 دقيقة بار وفي الدقيقة و بر دقيقة ده 60 ثانية 60 ثانية بار في الشهر 4 أسابيع وفي الأسبوع 7 أيام يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس ها برايدا تور هفته بار وبر هفته ده يتكون بار جمعة كنا وشنبه كنا ويوم الأحد ويكشنبه كنا ودوشنبه كوننا إش إتمايلك نشنبة ويوم الثلاثاء سيشنبة ويوم الأربعاء شارشنبة ويوم الخميس بايشنبة فصول السنة هي كفصول خلاص شنالي فصول السنة هي يل فصلر أولا الربيع بخار والصيف يهاز والخريف كس والشتاء قش في السنة 12 شهرا بريل ده 12 أي بار المحرم صفر ربيع الأول ربيع الآخر جمد الأولى جمد الأخرى رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة يقارد شعبان تور فقط رجب تنين قيمس شعبان تنين يق رمضان شوال وهكذا في مكتبتنا 200 كتاب و 1000 مجلة كتبخانة مزدى 200 كتاب و 2000 جورنال بار الربيع فصل الأمطار والشتاء فصل الثلوج والخريف فصل الفواكه بخار يوم غرلر فصل وقهش
Qorlar fasli va kuz mevalarning faslidir. Bugungi darsimiz shundan iborat ekan. Faqat sha'banni yuqorida taniysiz, shuni eslatib qo'yay. Sha'banni qilib taniyni o'qigan bo'lsam xato o'qidim. Sha'banu bo'ladi. Tushunarli? Vallohu a'lamu.